طيبات كالضياء. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك اختصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق، البارئ، المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة، النعمة المسداة، البشير النذير، السراج المنير، أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى به الظلم، أنار الطريق وأبان السبيل وأقام الحجة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد عليه من الله الصلاة والسلام. أما بعد، فمع قول الحق جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وفي المقابل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار فانظر لنفسك أي الدار تختار حسن الدار وحسن العاقبة والعاقبة للتقوى وسوء الدار وسوء المنقلب أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر والمقارنة هنا بين من عرف الحق وعمل به واتبعه وبين من هو أعمى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولذلك الذي حاد عن الحق عند الله أعمى وإن احتج يوم القيامة لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال له الله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ثم تأتي الصفات يمتدحهم الله تعالى بتسع صفات في هذه الآيات البينات وهي علامة من علم أن ما نزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق وما عدا ذلك فباطل وما عدا ذلك فلا يقبله الله تعالى وإن كان في الكتب السابقة من التوراة أو الزبور أو الإنجيل فقد جعل لها الله تعالى فترة زمان ثم أنزل الله القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه إنما يتذكر أولو الألباب الصفة الأولى الذين يوفون بعهد الله وأولى العهود بالوفاء عهد الله وأولى عهد الله تعالى بالوفاء العهد الأول
والعهد الأول الذي أخذه الله تعالى من بني آدم من ظهوره، لما أخرج الله تعالى ذرية آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو العهد الأول، ويتجدد مع كل تشريع من الله. فقد أخذ الله تعالى ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وأخذ الله العهد إجمالا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يوفون بعهد الله، ويندرج تحت ذلك كل ما أمر به الله، ويدخل تحت ذلك كل الأقوال والأفعال التي أمر الله تعالى بها. والصفة الثانية: لا ينقضون الميثاق، وكأنما هي تأكيد للأولى. ومعنى ذلك: إذا عرف العبد الحق أمر أن يعمل وأن يلزم، وإذا عمل ولزم أمر أن يثبت على ذلك. فالقلوب تتقلب، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سلوا الله الثبات عباد الله. فقد ورد في الصحاح والسنن: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يقوم بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فسألوا الله الثبات. والله لقن رسوله صلى الله عليه وسلم وامتن عليه: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ويدخل بعد ذلك الوفاء بالعهود بعهود العباد. فعلامة المنافق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. العبادة صلة بين العبد وربه، ودخولا أوليا الأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وكأنما الذين يخشون ربهم تحمل ذات المعنى، يخافون سوء الحساب، ولكنها درجات، درجات. يخشون ربهم فيطيعونه، ويخشون ربهم فلا يعصونه، ويتذكرون مثلهم بين يدي الله فيخافون الله تعالى مزيد قوم. ولذلك العبد عباد الله إذا تذكر القيام بين يدي الله، وتذكر المثول أمام الله، ازداد خوفه من الله، وزاد توقيره وتعظيمه لله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبهذا المعنى يأتي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله. ومهما بلغ العبد في التقوى، ومهما حقق من درجات التقوى ورقى بتقوى، إذا تذكر ماذا قدم لغد وحاسب نفسه، وتذكر قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. حتى أنت يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة. إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك درجة عالية، ولمن خاف مقام ربه جنتان. يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، أي يخافون مقام الله والقيام بين يدي الله. وهذه جنان الفردوس. لمن خاف مقام ربه جنتان. وسرت الآيات: ومن دونهما جنتان. أربع جنان لمن خاف مقام ربه. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يتذكر الحساب بين يدي الله تعالى. والحساب في حد ذاته عذاب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني سمعت الله تعالى يقول: أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال يا عائشة: إنما ذلك العرض على الله. الحساب اليسير العرض على الله. ومناقشة الحساب من أين وفيما ولما وكيف؟
من نوقش الحساب فقد عذب. ولو تذكر المسلم في كل درهم من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين وفيما، وعن كل عبادة كيف ولما، وعن كل لفظة وحركة وسكنة يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، مع كل العبادات أساسها الصبر، وخير عطاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء أفضل من الصبر، لأنه يحمل كل تلك المعاني. تأمل صفات عباد الرحمن في خاتمة سورة الفرقان، صفات: يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ملخص كل تلك الصفات الصبر. كل ما ورد الصبر. يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. أستغفر الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن في كلمات كالضياء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، وسبحان الله
لو بحثنا في تفسير الآيات يوفون بعهد الله، الصلاة تدخل في عهد الله، ولا ينقضون الميثاق يحافظون عليها ولا يتركونها، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، الصلاة صلة بين العبد وربه، يخشون ربهم بخشوعهم في الصلاة، يخافون سوء الحساب بصلاة المودع، صبروا ابتغاء وجه ربهم، استعينوا بالصبر والصلاة. ومع كل ذلك إفرادها إقام الصلاة صلة بين العبد وربه، التجارة الرابحة، الشكوى إلى الله واللجوء إلى الله وعرض الحال إلى الله والمناجاة مع الله والقرب مع الله والتجارة الرابحة. أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قارن بينها وبين قول الله جل وعلا يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، هي الرابحة، هي الناجحة، هي المنجية سرا وعلانية. ويدرؤون بالحسنة السيئة، هذا خاص للمؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يدرؤون بالحسنة السيئة على معان يتمم بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، مقابلة الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يدرؤون بالحسنة السيئة، يقابلون بالإحسان الإساءة وهي الدرجة العلية، ما أوصى به جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، درجات العلا أن تعطي من حرمك أو تعطي من منعك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك. ويدرؤون بالحسنة السيئة أن يمحون الذنوب بالتوبة وبالإنابة إلى الله وبالرجوع إلى الله. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يفعلون الحسنات ليمحو الله تعالى السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويدرؤون بالحسنة السيئة يدفعون بها، وتحل الحسنات محل السيئات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار، العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، جنات عدن يدخلون ومن صلح من آبائه وأزواجه وذرياته. دعوة للتناصح لانتشال الأهل والعشيرة الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. دعوة إلى التناصح والتعاون على البر والتقوى، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما، ملخص كل ذلك بما صبرتم، بما صبرتم على الطاعة وبما صبرتم عن المعصية. فإن تثاقلت النفس عن الطاعة فتذكر قول الله سلام عليكم بما صبرتم، وإن دفعت النفس إلى المعصية فتذكر قول الله سلام عليكم بما صبرتم، وإن نزل قضاء الله وقدره فتذكر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي المقابل، مقابل هذه التسع صفات، ثلاث: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. هذه تقابل تلك، فهناك تفصيلا، فأبواب الخير كثيرة. وهنا إجمال تحذير ورد مفصلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون. وهكذا القطيعة معها الفساد، ما أمر الله بها يوصل من عبادة، من صلاة، من أرحام. قارن بين هذا وبين قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله؟ ومع قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا وجدت قاطع رحم فاعلم أنه مفسد في الأرض، وقاطع الصلاة مفسد في الأرض. وبكل ما تحملت الآيات من معنى، إن لم يحقق المأمور ولم يجتنب المحظور فهو مفسد في الأرض. وسبحان الله، لو بحثت عن كلمة الفساد في القرآن يأتي معها ذكر الأرض. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كن لعبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم شد أزرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان، نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واخذ الدين عن المدينين، وارفع الضر عن المتضررين، والاضطهاد عن المضطهدين. اللهم أمن الخائفين، وعاف المبتلين، وفق الممتحنين، آوي المشردين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا اجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك الى يوم نلقاك، واحشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا. اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا بارا. اللهم إنا نسألك اللطف في القضاء، والعفو عما مضى، والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما فيه الخير والسداد برحمتك يا رب العباد. اللهم عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل. يا أهل التقوى، يا أهل المغفرة، يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. وبعض الجيران المسجد يسألونكم أن تسألوا الله الرحمة لذويهم، انتقلوا إلى رحمة الله، فنسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينهم وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ابدلهم دورا خيرا من دورهم، واهلا خيرا من اهلهم، وعشيرة خيرا من عشيرتهم، وافسح لهم في قبورهم، ومد لهم مد ابصارهم، وارحم جميع موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا جميعا اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ونسال الله الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. نسالك اللهم شفاء من كل داء، ونجاة من كل بلية برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، والظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور. قل لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك
ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى.